اتفضل عرف نفسك. اسمي احمد مايو من المقطم. اول حاجه ابدا كلامي، لقد حان الوقت لكي ينطق الحشر وتتكلم الشجره، فنحن ابناء مصر ونحن لمصر، فمصر باقيه ونحن لها. فانا ادعو كل القوى السياسيه بالنزول الى السفاره الاسرائيليه، وادعو كل نسبه المستقلين في البلاد الى النزول ويشوفوا هذا الموقف ويقظوا الحزن. فاترك المايك لزميل الفضل. شكرا. عمرو محمد. ايوه عمرو. انا كنت عايز بس يعني في نقطه بس انا ملاحظها من ساعه ما جيت هنا، ان موقف التحرير اول ايامنا من يوم 25 يناير، انا شايف ان الموقف بيتكرر تاني، ان برضو طلعنا وكنا منتظرين ان اي حد يرد علينا يهتم بينا، ما لقيناش اي اجابه من حد وما لقيناش اي حد يسال علينا. نفس الموقف برضو بيتكرر من مشير طنطاوي، ان الناس بقالنا بتاع اربع ايام هنا ولا في حد سأل عليهم، ولا في العزمات في اسرائيل نازله على ودنها، يعني كل الناس عادي بالنسبه لهم عادي، والناس اللي ماتت دي اكنهم مش ولادنا ولا اخواتنا. انا بس طالب من المشير طنطاوي ان يلقي نظره على الناس اللي بيباتوا هنا في عز الصيام وفي عز الحرب ومفيش اي اهتمام بينا. هل احنا لسه برضو قبل 25 يناير، ولا احنا ما احنا مش برضو الواحد مش مستوعب احنا عدينا 25 يناير ولا لسه ما عدناش 25 يناير؟ انا طالب من المشير طنطاوي يبقى نصر لي. شكرا. عرف نفسك. فيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد مصطفى. اتفضل يا محمد. احنا دلوقتي وجودنا هنا اعتراض على الجنود اللي ماتت على الحدود، وعايزين نعرف ليه حقنا ما بيجيش دلوقتي. لما كانت الموضوع ده بيحصل زمان ما كناش بنتكلم، دلوقتي الموضوع اختلف بعد الثوره. ليه المشير طنطاوي مش عايز يهدي الناس دي ويعمل قرار صارم بحيث ان الناس تهدى وتروح ويبقى حقنا جه؟ ليه التواطؤ اللي بيحصل دوت؟ هم ماسكين علينا زله ولا احنا خايفين منهم؟ احنا بسم الله ما شاء الله عندنا جيش ممكن يقهر اسرائيل، بس احنا ليه ساكتين؟ المشير ليه ساكت؟ هو ده السؤال، يا ريت يرد علينا. شكرا. اتفضل. اشرف فاروق محمد من محافظه بني سويف، وجاي هنا بسجل احتجاجي على الجنود اللي ماتوا على الحدود، سواء هم امن مركزي او جيش، هم من شعب مصر طبعا، ولادنا ومش غرب عننا. فطبعا انا بعترض على البطء في اجراءات الحكومه المصريه في اتخاذ اي قرار. يعني قعدوا 3 4 ايام عقبال ما طلع وزير الاعلام قال كلمه. وطبعا ده نفس السيناريو بتاع النظام القديم، حسني مبارك ساب البلد اسبوعين عقبال ما طلع قال قرار يريح الناس او خطبه يكلم بيها يريح الناس. وشكرا. نختم بالحاج. اتفضل. السلام عليكم. جمال الجلاد من صهار. انا اطلب من المجلس العسكري من القوات المسلحه الحفاظ على ارض سيناء، لان ارض سيناء ما جاتش بالراحه، جاتت بالدم، جاتت بالدم، وصدقنا حررناها فندفع عليها بعنينا وبشرفنا وبدمنا، هي ارضنا وشرفنا. ونرجو من المجلس العسكري عدم التباطؤ واتخاذ القرارات السريعه الصارمه في هذا الشان. واطلب طلب ثاني اساس كل شيء، هو وقف تصدير الغاز نهائيا لاسرائيل. شكرا. وعدم التعامل معاها. شكرا.